صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد. النهارده السبت 12/2/22. تاريخ الحياه جميل ومختلف وبيدعو للتفاؤل، واللي بيكون بيفكر في حاجه كده لطيفه يعملها يعملها في التاريخ، لانه هيبقى الحياه تاريخ ما بيتنسيش. طيب احنا لسه مع حضراتكم في هذا الصباح، فريق العمل النهارده محمد شعبان وآلاء حامد وانا حنان الخولي، وطبعا فريق عملنا اليوم السبت ومخرجتنا الجميلة زينب التهامي. ووصلنا لبلاط صاحبة الجلالة، وهنتصفح مع حضراتكم بعض عناوين ومانشيتات لبعض الصحف القومية اللي صدرت النهاردة السبت زي ما قلنا. وخلينا نبدأ مع الأهرام، وطبعا الحدث الأبرز بالأمس واللي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة كبار قادة وزعماء العالم، وهي قمة محيط واحد في مدينة بريست الساحلية في فرنسا. العنوان الرئيسي في الأهرام: مصر مركز للطاقة المتجددة. الرئيس خلال كلمته أمام قمة محيط واحد في فرنسا: تغير المناخ والتحدي الأصعب، وندعو لتكثيف الجهود لمواجهة أثاره. نسعى لإطلاق مفاوضات حماية الطبيعة ونشارك في الحفاظ على التنوع طبعا البيولوجي. طبعا قمة مهمة جدا، وبدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طبعا دعوة كبيرة لدولة كبيرة مثل مصر لها ثقل دولي وإقليمي كبير جدا. الحقيقة يعني إحساس بيدعو بالفخر، أن امبارح كنا بنشوف قادة العالم كلهم بيحددوا مصير الأقطاب، أقطاب الأرض، للتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة وحماية المحيطات من التغيرات المناخية وأثرها. وبمشاركة مصر زي ما قلنا أن مصر تشارك أو مصر شريك أساسي في تحديد مصير البشرية والعالم كله. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن الجهود في مصر الحثيثه والكبيره جدا في مجال حمايه البيئه والتغيرات المناخيه، لانه زي ما ذكر ايضا في كلمته ان التغير المناخي هو الاصعب والتحدي الاصعب لما له من اثار سلبيه. وجهود مصر في من خلال طبعا التحول للاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق وأيضا الحياد الكربوني والهيدروجين وتحول مصر للطاقة المتجددة، وطبعا كل التحضيرات الخاصة لمؤتمر الأطراف الأممي للأمم المتحدة COP27 اللي هيعقد في فبراير القادم في مدينة شرم الشيخ. وطبعا دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع قادة العالم من هناك لحضور القمة. خلينا نتكلم بشكل أكبر عن يعني هذه القمة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها، وعن النشاط الإيكولوجي وطبعا تحذير استخدام البلاستيك. خلينا نتكلم مع الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير أستاذ خالد، بنرحب بحضرتك معنا. صباح الخير يا كندم وعلى الشرق المزيدين الكرام، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قمة كبيرة ومحيط واحد، ومن اسمها أنه يعني الطبيعة لا تحتاج الإنسان، الإنسان هو من يحتاج الطبيعة، وهو الحقيقة يعني دمر الطبيعة. وبدأت طبعا أثار التغيرات المناخية وأثارها السلبية هي التحدي الأصعب كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضرتك طبعا بتشوف حضور الرئيس إزاي لهذه القمة وجهود مصر في هذا المجال؟ طبعا بكل تأكيد كما حضرتك أشرتي إنه حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمثل هذه القمة يمثل رقم كبير جدا في المعادلة الدولية التي تقوم حاليا والمجريات الدولية التي تقوم حاليا من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات والتحدي الأكبر وهو التغيرات المناخية التي ربما أصبحت الآن هي القضية الملحة على المستوى العالمي، ويعقد لها العديد والعديد من القمم والمباحثات الدولية. يمكن دعوة الرئيس الفرنسي إلى فخامة الرئيس الفتاح السيسي على أن تكون مصر ضمن الدول الكبيرة التي تشارك في هذه القمة تحت عنوان محيط واحد هو تأكيد للمجهودات الدولية التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة التلوث البيئي والتحديات المناخية الكبيرة التي تحدث في العالم، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا في مثل هذا المجال، وبالتالي أصبحت تمثل ضلع كبير في المجهودات الدولية
ويتم دعوتها في القمم الكبيرة من أجل الاستماع إلى وجهة نظرها وإلى المواقف والخطوات التي قامت بها مصر. ربما في القمة التغيرات المناخية في بريطانيا مؤخرا والتي أيضا تشرفت بحضور فخامة الرئيس الفتاح السيسي، كانت لها كلمة واضحة ونجاعة كبيرة تتمثل في المجهودات التي قامت بها، وكيف كانت مصر منذ يعني سنوات عديدة تقوم بمثل هذه المجهودات. ودعوت فخامة الرئيس إلى قادة العالم حينها بضرورة الاستفادة من يعني التحديات الموجودة حاليا عبر تقديم ما تم الوعد به في قمة باريس عام 2019 للدول النامية التي الآن تدفع ضريبة التغيرات المناخية طبعا. بعد أن استخدمت كل الوسائل في الدول الصناعية طبعا. وأصبحت الآن هذه نتائج سلبية على المجتمعات النامية. طبعا هي الدول النامية هي من تدفع الفاتورة بالطبع، وزي ما حضرتك ذكرت وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أن مصر ستكون يعني ستوقع أيضا على البيان الختامي لهذه القمة، وأنها استكمالا لقمة جالاكسو أيضا للمناخ، وطبعا ما سيستكمل فيما بعد في قمة كاب 27 أو قمة كاب 27 في مصر في شرم الشيخ في فبراير القادم. أيضا كان تم الحديث بشكل كبير جدا عن تحذير استخدام البلاستيك. إن شاء الله القمة توقعت في نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، وتم التجهيز لها منذ نهاية القمة في جلاسكو في بريطانيا نهاية العام الماضي. ومصر قامت على قدم وساق في تجهيز هذه القمة العالمية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم بحضور دولي وعالمي، عقب تقديم مصر كل الوسائل التي تساعد على مواجهة التغيرات المناخية. تمام. طيب أستاذ خالد، أرجو أن تبقى معنا، عاوزين حضرتك تعلق على الخبر القادم أيضا من جريدة أخبار اليوم ونطالع فيه. السيسي وماكرون يبحثان الملفات السياسية والعسكرية ومستجدات الأوضاع في ليبيا. طبعا على يعني هامش القمة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات، طبعا أبرزها مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وتم التحدث عن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية، طبعا خاصة أنه في تبادل تجاري كبير جدا بين فرنسا والشركات الفرنسية العاملة في السوق المصرية، وأيضا في ما يخص الأمن والتسليح وصفقات التسليح أيضا من فرنسا. تعليق حضرتك على هذه المباحثة. يعني طبعا بكل تأكيد ربما فخامة الرئيس الفتاح السيسي لا يعني يلو جهدا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وخصوصا المنطقة العربية، ولا يدخر جهدا حينما تكون هناك قمم عالمية ويكون هناك مشاركة دولية كبيرة. ربما عقد فخامة الرئيس بالأمس عدد من اللقاءات والقمم المصغرة على هامش القمة الكبرى، كانت أبرزها مع الرئيس الفرنسي، وتحدث عن مجريات الأحداث في الأشقاء في دولة الأشقاء ليبيا، وخصوصا مع مجريات الأحداث التي تجري واختيار حكومة جديدة في الداخل الليبي. وبالتالي كانت هناك مباحثات عميقة ما بين فخامة الرئيس والرئيس الفرنسي، وأيضا ما بين فخامة الرئيس ورئيسة الوزراء التونسية، وكانت فحوى هذه المباحثات تدور حول مجريات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والحرص على الدعم الدولي والعربي لليبيا في فترتها الجديدة ومع الحكومة الجديدة، من أجل أن يتم بالفعل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا حتى تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار. وما كانت فخامة الرئيس يؤكد على ضرورة الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة بقيادة فتحي بشار من أجل أن يكون هناك دعم دولي وعالمي ومحلي وعربي لهذه الحكومة الجديدة، لأنها مرحلة انتقالية ربما تدخل فيها ليبيا بعد ساعات قليلة أو بعد أيام قليلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك دعائم دولية، وهو ما نتج بالفعل بعد أن غيرت الأمم المتحدة اتجاهها وكانت تريد عدم الاعتراف بحكومة أو الحكومة الجديدة التي يعني أكدها وأعلنها. لكن الحكومة الجديدة الحقيقة بتلاقي كل الدعم من الحكومة المصرية، وطبعا الأمن والاستقرار في ليبيا كان على قمة أجندة الاهتمامات المصرية، إلى أن وصلت ليبيا إلى هذا الحال وتشكيل الحكومة الجديدة، ده كان العنوان الرئيسي أيضا القادم من جريدة المصري اليوم. القاهرة ترحب بحكومة باشجع وقادرة على توحيد ليبيا، رئيس الوزراء الجديد، حكومتي ستكون لجميع
الليبيين، وزي ما حضرتك ذكرت انه لا استقرار في ليبيا ولا في الشرق الأوسط بدون مصر، فهي شريك أساسي للحوار والنقاش مع الشركاء الأوروبيين والاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية لإقرار الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا طبعا إلى أن وصل إليه الحال مع تشكيل الحكومة الجديدة اللي بتباركها أيضا الحكومة المصرية. هل في تعليق هنا خاص بالحكومة الليبية وتشكيلها أستاذ خالد مرة أخرى؟ بالتأكيد هناك يعني تحركات مصرية عربية دولية أوروبية من أجل نزع الشرعية للحكومة الجديدة المنتخبة من مجلس النواب صاحب الشرعية الأولى والأخيرة في اللي هو البرلمان الليبي، من أجل أن تكون هناك شرعية دولية لهذه الحكومة في مسار عملها خلال المرحلة المقبلة، لأنها ستكون مسؤولة أمام العالم لإجراء الانتخابات في موعد محدد يتفق عليه الشعب الليبي والقادة السياسيين في ليبيا. وبالتالي أعتقد أن هذه التحركات مهمة للغاية وتأتي من أجل دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، هو ما يعيه ويثق فيه الأشقاء في ليبيا وفي المجتمع العربي. ربما مصر نتيجة يعني ظروفها الحالية أنها هي الدولة العربية الكبرى والشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، يعني آل لها الزمن أن تكون دائما أبدا هي المتحدث الرسمي باسم الأشقاء العرب في المحافل الدولية، وهو ما يسعى إليه فخامة الرئيس منذ الأمس، وتقوم به أيضا السياسة الخارجية المصرية منذ الأمس بأن يكون هناك دعم واعتراف دولي بالحكومة الليبية الجديدة والتي انتخبت من أجل أن تكون لها وضع أساسي ويتعامل معها المجتمع الدولي، ومن ثم تعود بالنفع وتعود بالأمن والاستقرار على الداخل الليبي وتحقق طموحات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار وإخراج المرتزقة من كل الأراضي الليبية، وأيضا وضع مسار دبلوماسي سياسي حقيقي من أجل نزع فتيل الأزمة واللي هيعود على اللي هيعود بالأمن والاستقرار، يعني استقرار الأوضاع في ليبيا هتعود بالأمن والاستقرار على باقي دول الشرق الأوسط. صحيح. بالطبع. صحيح. أولها مصر أيضا ودول الجوار وأيضا دول الاتحاد الأوروبي اللي كان بتعاني من الهجرة والميليشيات وما إلى ذلك. طبعا أستاذ خالد الأسوأ الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، نشكر حضرتك جدا ويوم سعيد إن شاء الله. بنستكمل مع حضراتكم العناوين الصحف ومن جريدة الجمهورية. معيط لرجال وشباب الأعمال حول الموازنة الجديدة. خلينا من الجمهورية ناخد العنوان ده في البداية. شهادات نجاح دولية للاقتصاد المصري في امتحان كورونا، و30 مؤسسة بحثية ترفع مؤشر التفاؤل وتؤكد التعافي من الجائحة. طبعا يعني مؤسسات المالية العالمية كلها بتشيد بالاقتصاد المصري، مرونة وصلابة الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وأيضا معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري اللي وصلت ل 5.5 حتى في وقت كوفيد 19، وفي وقت كانت بتعاني منه كل اقتصادات العالم الحقيقة من آثار كوفيد الاقتصادية الوخيمة. خلينا نتكلم أكتر عن هذه الشهادات والتصنيفات الائتمانية لمصر، التصنيفات الائتمانية المعتدلة والمرتفعة للاقتصاد المصري، وشهادة أيضا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعافيه في أثناء الجائحة مع دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. صباح الخير دكتور عمرو، تحياتي لحضرتك. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني شهادات دولية الحقيقة يعني بتحسسنا بالأمل والتفاؤل بمرونة وصلابة الاقتصاد المصري وتعافيه من هذه الجائحة اللي بتعاني منها اقتصادات العالم الكبيرة، الدول الصناعية الكبرى يعني ألمانيا انجلترا أمريكا، فدي الحقيقة شهادات بتثير يعني مؤشرات إيجابية وبتثير وبتبعث الأمل والتفاؤل في نفوسنا كلنا. صحيح، يعني احنا الحمد لله بفضل ربنا اولا ثم التخطيط العلمي ومواجهة مشاكلنا الاقتصادية من جذورها ومش من خلال المسكنات، من خلال
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري اللي تم تطبيقه في نهاية 2016، قدرنا نوصل في 2020 لاقتصاد يستطيع تحمل الصدمات. ده أول حاجة مهمة جدا في هذا الموضوع. الحاجة الثانية إن لما حصلت الأزمة في 2020 القيادة السياسية المصرية اتخذت قرار هام جدا بعدم الإغلاق الكامل زي ما حصل في كتير من دول العالم ومنها الاقتصاديات الكبيرة، إنما قدرنا إن احنا ناخد قرار هو الأصح اللي بيتاخد دلوقتي. الحاجة الثالثة إن كمان الدولة المصرية لما جت تتعامل مع الأزمة تعاملت بسياسات مالية ونقدية سليمة جدا. وجهنا قروض ميسرة لقطاع السياحة والقطاعات اللي تضررت من الجائحة، عملنا دعم أكبر للقطاع الطبي، للعمالة المؤقتة، للقطاع الاستهلاكي بشكل عام في صورة مبادرات لشراء المنتجات المحلية، تخفيض سعر الفايدة في البنوك، زيادة الإنفاق الحكومي. فاحنا خدنا إجراءات قبل الجائحة، وخدنا قرار استراتيجي مع بداية الجائحة، وخدنا مجموعة من الإجراءات بعد أو أثناء الجائحة. يعني حزمة القرارات دي كلها والاختيارات الاستراتيجية في مصر زي الاعتماد على في الاقتصاد على المشروعات الصغيرة وكمان المشروعات القومية اللي كان البعض قلقان من حجم الإنفاق في المشروعات القومية، ده اللي خلى بقى عندنا مؤشرات فيها زيادة الاحتياطي، قوة الجنيه المصري رغم الجائحة، أداء جيد جدا في قطاع الصحة اللي فيه مشاكل كتيرة، أداء جيد أيضا وقوة وصلابة للجنيه المصري مقابل الدولار. يعني كان في انخفاض للدولار مقابل الجنيه، وبعدين في استقرار، وبعدين في يعني فعلا في استقرار وقوة للجنيه المصري مقابل الدولار أيضا. صحيح. زيادة في احتياطي العملات الأجنبية، الأول استخدام الاحتياطي ده في بداية الجائحة لدعم الاقتصاد المصري، فتراجع الاحتياطي ده بعض الشيء، ودي لازمة الاحتياطي، احنا بنكون احتياطي عشان كده. وبعدين رجعت المصادر الدولارية تاني القوية، يزيد الاحتياطي ده مع الوقت. بنشوف في هذه الجائحة أرقام زي الشمس بقى قبل التقارير الدولية. ليه التقارير الدولية بتشيد بالاقتصاد المصري؟ بنشوف زيادة في الصادرات المصرية وأعلى رقم في تاريخ الصادرات في مصر، وأعلى معدل نمو في الصادرات الصناعية. كنا دايما بنقول عندنا مشاكل كبيرة في قطاع الصناعة، بنشوف أعلى رقم موجود لكمية الصادرات الزراعية اللي موجودة، بنشوف كمان أعلى رقم لتحويلات المصريين في الخارج اللي شايفين بلدهم كان فيها ارتفاع برضه هي قبلة لهذه التحويلات، ورقم ليهم 33 مليار دولار، أعلى إيراد لقناة السويس. كل هذه الأرقام مجتمعة بالإضافة إلى وجود المواطن بقى وإحساسه إن في عز الجائحة بيزيد الحد الأدنى للأجور، بننقل أهالينا في المناطق 7 سنين غير 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 الآمنة، بنشوف تراجع لمعدل الفقر، ملف التنمية الحقيقية، بنشوف مبادرة حياة كريمة اللي بتحسن شكلا وموضوعا حياة 60 مليون مواطن، ومشروعات قومية عملاقة كبيرة جدا فعلا على أرض الواقع. أستاذ دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، مشكر حضرتك جدا ويوم سعيد إن شاء الله. طيب، عنوان سريع في جريدة الجمهورية أيضا في صفحة 3، معيط لرجال وشباب الأعمال حول الموازنة الجديدة، مستقبل مصر في الزراعة والصناعة والإنتاج والتصدير، واقتصادنا ينمو ويكبر، وننفق المليارات عشان بيوت الناس تفضل مفتوحة. الحقيقة
يعني تقريبا نفس الكلام في الملف الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والتعليمات الرئاسية للاتجاه للزراعة والصناعة والإنتاج والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في الموازنة الجديدة، وطبعا الموازنة الجديدة ل 2021 2022 بنتكلم فيها أيضا عن جزء كبير أو تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا إنفاق المليارات من خلال المشروعات عشان بيوت الناس تفضل مفتوحة طبعا، والمشروعات وخلق فرص العمل وما إلى ذلك. طبعا مع الأسف وقتنا خلص ووصلنا لنهاية فقرتنا والصحافة النهاردة علشان الموجز، طبعا موجز الأخبار، لكن مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، خليكم معنا.